مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في السلسله التفاعليه لشوف تيفي. كشفت مجموعه من المعطيات على تحويل رؤساء انديه رياضيه لكره القدم الى ممتلكات خاصه بهم في سريه تامه مستغلين ثغرات قانونيه. وحسب جريده الصباح فان عدد من هاد الرؤساء عمدوا الى تحويل الدنون ديالهم لدى الفرق اللي كيقوموا برئاسه ديالها، ما يجعلهم يعني كيضربوا عصفورين بحجر واحد. الاول هو ضمان عدم ضياع الاموال العالقه وتحويلها الى اسهم، والثاني هو تملك تلك الأندية. وكيستغلوا رؤساء عدة ثغرات، أهمها أن الغموض كيلف طريقة تقييم ممتلكات النادي التي يفترض على ضوءها تحديد قيمة الأسهم. أما الثغرة الثانية فهي أن المنخرطين هما اللي كيصادقوا على تحديد قيمة ممتلكات النادي وقيمة الأسهم، وبالتالي فأغلب الرؤساء لا يجدون أدنى صعوبة في تمرير هذه المصادقة، كما أن أغلب الرؤساء لا يجدون أيضا صعوبة في الحصول على مصادقة المنخرطين على قيمة ديونهم لدى الفرق المسجلة في التقارير المالية، لذلك تتحول إلى أسهم. هذا مشاهدينا، غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.